It's incredible. I've never seen anything like this in my life. It's unbelievable. I don't even know how to describe it. السلام عليكم. Hey everyone, welcome back to my channel. أنا لما. إذا مشترك جديد أنزل تحت تعرفنا بنفسك أو أنت تعرف عليا وإقرأ تحت الديسكريبشن أنا معرفة عن نفسي. واليوم وأخيرا رجعنا للسلسلة اللي كلكم تحبوها وهي سلسلة الكوكتيلات. إذا أنت جديد على دي السلسلة ببساطة أنا أجمع أشياء سواء أنت رسلتوا ليها وأنا تمشيت في النت كده وشفتها فيديوهات غريبة ممكن مرعبة ممكن ما لها تفسير فأحب أشاركها معاكم وهذه من السلاسل اللي انطلبت مني في الإنستغرام كتير. So let's get into it. عزيزي المشاهد تخيل نفسك الآن أنت قاعد تسوق في طريق بر، أوكي، وما في أي لمبات في الشارع، ما في إلا لمبة السيارة اللي أنت راكبها، والطريق كده مظلم وعبارة عن طرق كده ضيقة، وهنا في أشجار وهنا في أشجار، وفجأة تلاقي في شيء عدى من قدامك حتى أنت ما أنت داري إيش يطلع، تروح البيت وتفتح تصوير الكاميرا حق الداش كام حق السيارة اللي تكون في بداية السيارة، وترجع وتشوف الشيء اللي كان ماشي قدامك، وبرضه ما تعرف إيش يطلع. بالضبط هذا اللي صار مع صديقنا اللي كان يسوق في الليل في شهر يونيو من عام 2021. الرجال زي كده كان بيسوق في طريق مرة ضيق ومظلم وما كان في أي أنوار غير أنوار سيارته وبس. هو كان ماشي فجأة لمح فيه شيء عدى، هو مو عارف إيش يطلع، هو قال أكيد حيوان، بس لسبب ما الموضوع كده تعرف لما يصير عندك لقافة بتعرف إيش الشيء ده اللي مر. يجي على البيت وتفقد تصوير كاميرا الداش كامل اللي موجودة في مقدمة السيارة وزوم ومشاها بشويش وهذا اللي صورته الكاميرا. هذا ايش؟ ما ادري انا حسيب الموضوع لكم انتوا ايش شايفين. نقدر نقول كانجرو بس كده احس ديله مره طويل. المقطع هذا انتشر باسم ذا دراجون انيمال، اتوقع زي كده دراجون اللي هو التنين. ممكن تقولوا لي انتوا ايش شايفين، ممكن يكون فعلا كنغر او ممكن شيء ثاني. اوكي يا جماعة الموضوع اللي هتكلم عنه دحين مرة غريب. كان في يوم من الايام عائلة كده مجتمعين مع بعض وقاعدين يفتحوا ألبوم حق الصور حقهم ويمشوا على الصور ويتذكروا مع بعض ذكريات حلوة، الا فجأة العيلة دي توقف انها تتفرج وسابت الألبوم وخافوا لانهم شافوا شيء ما يتصدق. واحدة من الصور فيها طفلين، الطفل الرضيع شعره قاعد يتحرك في الصورة. كيف كده؟ مو بس هنا المشكلة، الطفل ترى ميت. ما أدري إيش اللي قاعد يصير ولا هي بس كده تركة. شوفوا خلينا نتفق على شيء، تمام؟ مو أي شيء أنا أقوله في هذه السلسلة حيتصدق، وفي نفس الوقت مو أي شيء ما حيتصدق. إحنا بنتفرج من باب المتعة، يعني حتى لو قلت لكم هل مثلا شبح الشخص هذا ساكن في الصورة؟ طبعا الكل عارف إنه ما في شبح، بس يعني من باب التشويق. لا جد أبغى رأيكم في هذا الموضوع، قولوا لي. الفيديو اللي بعد كده في رجال كان ماشي في فلوريدا، تمام، في احد الطرق الريفيه ولمح منظر ما قدر انه هو ما يصوره لمجموعه من الطيور المهاجره، لكن الطيور حرفيا واقفه في مكانها ما قاعده تتحرك. اذا تذكرتوا قبل كده انا تكلمت عن حاجه زي كده انه الناس قاعدين يقولوا ايش الجليتش ده اللي قاعد يصير، العصفور واقف في الجو. هذا نفس الشيء، الطيور دي واقفه على نفس شكلها، يعني حتى جناحها ما تغيروا. في كثير منكم قال لي في الكومنتات في ذاك الفيديو انه الطيور ايوه ممكن تفضل كده توقف مكانها او تطير بدل منظر، يعني معلش الطير حيفضل فارد جناحه بس في نفس الوقت بيتحرك، لكن هذا فارد جناحه واقف في مكانه، كيف ما طاح؟ المقطع غريب وعشان كده هو معانا، وطبعا انتوا اللي رسلتوا لي المقطع هذا على الايميل، ف
فأنا حابة أعرف إيش رأيكم في ذا المقطع. وكمان يعجبني الناس اللي تعطيني مثلاً تفسير ممكن يكون تفسير علمي. طبعاً إحنا مو كل شيء بناخده بجدية، بس إنه يعني فعلاً هذه الظاهرة موجودة في الطيور، ويعني مو شيء غريب، فحتكون معلومة جديدة صراحة علي وعلى يمكن أغلب الناس. فاكتبوا لي تحت إيش رأيكم. أوكي، الفيديو حق اليوم بأمانة أنا ماني متذكرة قد تكلمت عنه ولا لا، لأنه شفت فيديوهين تقريبا نفس الموقف من شخصين مختلفين. هذا شخص بيسوق سيارته من نوع تسلا، فتعرفوا تسلا فيها خاصية اللي هو سمارت بايلوت اي ثينك اسمها، اللي هو انه القائد الذاتي، او والله انا ترى مره فاشل في الترجمه ما اعرف. المهم ان هي تسوق لحالها من النهايه. فهي عشان تسوق لحالها عملوا لها اختبارات، تمام، على حسب ما قريت يعني انه عملوا لها اختبارات انه اي مجسم لبني آدم قدامها يطلع في الشاشة حقت السيارة إنه قدامك فيه بني آدم وزي كده. الشخص اللي معانا اليوم راح لأحد القبور عشان يبغى يحط ورد لقبر شخص يعرفه يعني، وهو جاي يركب السيارة وخلاص يبغى يمشي، السيارة قاعدة تعطيله إشارة إنه في قدامك شخص وما في قدامه أحد. فالرجال قاعد يطالع قدامه في الشاشة ما في أحد قدامه. المشكلة مو هنا، المجسم ده قاعد يتحرك شوي قدامه شوي في الجنب. شوفوا هو ممكن يكون صار قلتشة كده، شيء قليتش كده، ممكن أوكي في السيستم هذا ممكن يصير، بس للأمانة لو الموقف ده صار لي وأنا واقفة كمان في مقبرة على طول أهرب. حطوا نفسكم مكان الشخص ده، اوصفوا لي إيش اللي هتحسوا فيه، إيش هتسووا وقتها. أوكي، الموضوع اللي هتكلم عنه الآن هيكون جرافيك شوية، بمعنى إنه في تفاصيل واضحة جدا ممكن تزعج بعض الناس. فالموضوع باختصار هيتكلم عن أغرب طريقة وفاة حصلت عام 1994. الطريقة هذه ما هي غريبة على قناتنا، لأن احنا قد تكلمنا عن موضوع متشابه جدا، وهو عن شخص اسمه زيغموند أدامسكي. فاكرينه؟ الشخص اللي لقوه ميت فوق كومة من الفحم. عاد اللي حنتكلم عنه اليوم يشبه الموضوع هذا، لكن بطريقة جدا وحشية وغريبة وفيها تفاصيل، لدرجة الناس اللي رفعت هذا الفيديو قالت لو ما كان الشيء اللي صار في الجثة هذه بفعل الإنسان وأكيد إنه مو بفعل الحيوان، فمين اللي سواها؟ مدينة سان باولو الموجودة في البرازيل، الشرطة لقت جثة شخص، والطريقة أو شكل الجثة جدا 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 مزعج يا جماعة. أنا عندي الصورة وشفتها، بس المشكلة ما أقدر أحط لكم إياها لأني جدا وحشية، بس أقدر أشاور على الأماكن اللي حتكلم عنها. المنظر يا جماعة كان كالآتي، لقوا الرجال طايح في الأرض مفقود منه العين اليسار وإذنه اليسار ولسانه وشفايفه، وناهيكم عن إنه في منطقة الصدر في فتحتين كبار دائريتين، وتكلمت عن شيء مشابه أنا قبل كده. انسحبت كل أعضاء الرجال الداخلية، ما في عنده أي دم، نقطة دم في جسمه ما في، انسحبت هي كمان، غير إنه في بعض التشويه في منطقة الفخوذ، يعني جروح كده تعرفوا زي الفتحات، بس مو بنفس كبرى الفتحة اللي كانت في منطقة الصدر. فتحات هذه منتشرة في أماكن كتير في جسمه، يقال يمكن هذه الفتحات اللي سببت خروج الدم أو شفط الدم من جسمه. غير كده بطنه منحوتة، ما فهمت إيش قصدهم بمنحوتة، بس قالوا إنه البطن كانت جدا منحوتة. أنا شفت الصورة كانت من منطقة الصدر لفوق، الباقي ما شفته. عظمة الفك العلوية كمان مشيولة، البني آدم ملعوب في جثته بطريقة جدا وحشية. الشرطة ما عرفت إيش تسوي، قالوا أكيد هذا الشخص قتل ضحيته وعنده خلفية كاملة كبيرة في العمليات في الجراحة، لأنه عارف هو فين بالضبط يفتح فتحات وعارف إيش يجرح وعارف، بس ما زال السؤال ليش عملية الاستئصالات الغريبة هذه من الجسم، ليش أخذ أشياء معينة من الجسم. والأعظم من كده يقولوا إنه سبب الوفاة كان يعني على الأرجح إنه نوبة قلبية، لأنه يقال يشتبهوا هم في الموضوع إنه البني آدم ده كان حي وقت ما صار فيه ده كله، ممكن يكون كان نايم مخدر لكن كان حي. أنا لما أقرأ عن حالات زي كده كتير ترى لا إراديا يجي في بالي الإكسترا تريستيال، اللي هي الأشياء اللي خارج الطبيعة أو خارج كوكبنا، شيء كده مو معانا. الأشياء اللي زي كده تذكرني في عمر دياتلوف، تذكرني في زيغموند اللي تكلمت عنه،
وذكرني في اشياء مره كثير. ايش ليش بتاخذوا اعضاء معينه من البني ادميين كده؟ ليه عين؟ ليش اذن؟ ليش اللسان؟ يعني معلش انا اسف هذا الوصف اللي حقوله، بس لو كان مثلا هو جراح بيبغى يسوي شيء زي كده يقدر يسوي العمليه زي ما اي بني ادم بيسوي العمليه. لكن ده او اللي سوى الشيء ده استخدم طريقه ما تخطر على البال، وطريقه يعني متعبه صراحه، بس الواضح ان هي مره ما هي متعبه له. فايش تتوقعوا اللي صار مع الرجال هذا؟ وكمان الطب الشرعي ذكر شيء مره مهم، قال البني ادم ده ما عليه اي علامات مقاومه، يعني زي اللي كان مستسلم تماما وقت ما صار الشيء، او انه كان مقيد. لما جو يبوا يشوفوا هل في علامات يعني انه هو كان مقيد ولا شيء، ما لقوا اي علامه، كان نايم وقت ما كان بيصير فيه ده كله. جد الحالة دي والحالات اللي اتكلمت عنها قبل كده مشابهة لنفس الوضع، توقعوا ايش سببها؟ اخر موضوع هتكلم عنه وهو الموضوع اللي مكتوب في عنوان الفيديو هذا يا طويل العمر والسلامة، في مدينة في اليابان اسمها واكاتشي، ان شاء الله اني اسمها صح وان شاء الله اني ما كلشت في اسمها، اعتذر. يعني في مول هناك كبير اسمه جوسكو، تخيلوا معاي المنظر تحين وانا بتكلم، تمام؟ في المول هذا سمعوا الناس صريخ لامرأة، والامرأة دي قاعدة تقول حرامي حرامي حرامي، تمام؟ طبعا الامرأة كانت شايلة طفلها قدامها زي تعرفوا الكانجرو لما يشيل طفله كده تحطوه، فهمتوا علي؟ اللي صار انه الناس شافوا ان هي ماسكة اليد حقت الرجال ده، والرجال ده ماسك يدها وفي نفس الوقت ماسك محفظة في يده، كانت تقول حرامي وتصرخ، والناس اتلمت، وبعدين اتقدموا ثلاثة من الاشخاص دول اللي كانوا يتفرجوا ومسكوا الرجال هذا وثبتوه في الارض لانه حرامي، كانوا قاعدين يحاولوا انهم ياخذوا منه المحفظة، بس الرجال كان ماسك المحفظة بيده بقوة، لا وكمان كان في فيزا كارد اللي هي بطاقة ائتمانية. فالثلاثة رجال دولة لما ثبتوا نادوا الأمن عشان الأمن يكلم الشرطة، والرجال قاعد يقول أنا ماني حرامي أنا ماني حرامي. الرجال ده يتغير لون وجهه، يبدأ يكحكح، والله يكرمكم بدأ يستفرغ مادة بيضة وأغمى عليه. فهنا هنا الشرطة كانت ملمومة عليه وجابوا الإسعاف، فلما أغمي عليه طبعا خلاص يده يعني ارتخت، محفظة اللي كانت في يده والبطاقة طاحوا من يده. وعلى فكرة الرجال كبير في العمر، يعني مو صغير، يعني مو مرة عجوز بس واضح عليه هو كبير في العمر. المهم الأشخاص دول لما أخذوا المحفظة والكرت أعطوها للشرطة، والصدمة إنه المحفظة والكرت كانوا حقونه هو، حق الرجال مو حق الإمرأة. فالشرطة هنا دقيقة إيش اللي قاعد يصير، قاعدين يطالعوا كده عشان يدوروا على الإمرأة إنه تعالي إيش اللي بتسويه أنتي. الإمرأة اختفت تلاشت، بدأت هنا الشرطة تحاول تستوعب اللي صار، وقاعدين يسألوا الناس شفتوا الإمرأة اللي كانت تضارب معاه؟ حد شافها فين راحت؟ للأسف إنه كل الناس لما سمعوا صوت الصريخ راحوا والتموا وركزوا في الشخص اللي المفروض إنه هو اللي كان يسرق، وما ركزوا في الإمرأة كويس، ولا طالعوا هي فين راحت، ولا أخذوا بالهم هي فين اختفت، كده اختفت من المكان كله. مع الوقت يعني الناس بدأت تنسى هذا الموقف، فخلص كل شخص راح يشوف أشغاله ويشوف مشترياته. أما الرجل ده ودوه للمستشفى، تعرفوا المولات أحيانا يصير فيها مشاكل زي كده، فخلاص واحد حيسرق واحدة، ودوه للمستشفى، الواحدة دي مشيت انتهى الموضوع. الناس ما كانت عارفة إنه البطاقة والمحفظة للرجال مو لها هي، عشان كده الناس ما تكلمت في الموضوع بعد الموقف ده. يوم الثاني الرجل هذا اللي راح المستشفى اتوفى للأسف أثر نوبة قلبية. أهل الشخص ده كانوا معصبين مرة. أول شيء اتضح إنه هذا الشخص يعني عنده راتب كويس وكان في شركة ضخمة وتقاعد ومن عيلة محترمة سنه كبير، فعشان كده من الفجعة والموقف اللي صار الرجال جاته نوبة انفجع، فعصبوا أهل الشخص ده وقالوا للشرطة حتفتحي تاني القضية لأنه اللي صار هذا ما يتعدى كده، دام هو ما سرق والأشياء اللي لقيتوها كانت حقته، يعني مفروض تجيبوا البني آدمية دي اللي جات وقالت إنه هو حرامي وكانت هي السبب في الوضع اللي هو فيه. الشرطة كانت بتماطل تماطل تماطل وما يبوا يفتحوا لأنه ما عندهم أي دليل، ما يعرفوا الحرمة دي إيش تطلع من فين جت وفين راحت أصلاً ومين هي. مع الأيام وضغط جامد من أهل الرجال ده الشرطة وافقت إن هي تفتح القضية، وطبعاً ما عندهم أي دليل البني آدمية دي إيش تطلع من دي، فقاموا راحوا تاني للمول فتحوا الكاميرات حقت المراقبة
تصوير كاميرات المراقبة أبداً ما تم نشره، لكن صور من كاميرات المراقبة هي اللي انتشرت. فباكم دحين تركزوا معايا وتستوعبوا الموقف اللي صار اللي صورته كاميرات المراقبة حسب تقرير الشرطة. الرجال ده كان واقف عند الـ ATM، الجهاز اللي تسحب منه فلوس. كان واقف والإمرأة دي فجأة كده ظهرت جنبه وقفت في زاوية جنب الرجال ده، ما أعرف إذا هو أخذ باله منها ولا لا، بس كده في زاوية. فالرجال كان واقف ومعاه كيس والبطاقة حقته كان لسه بيسحبها من الجهاز. أخذ البطاقة وأخذ فلوسه، حط الفلوس في المحفظة وكان لسه جاي يحط البطاقة فمشي، يعني بيمشي وهو بيحط الأشياء في المحفظة. فهو ماشي الإمرأة دي فجأة جات وكسرت طريقه ودفته بالطفل اللي هي حاملته في حضنها. الطفل كان واضح في التصوير إنه هو كبير مو صغير، يعني زي السنتين. دفته فالرجال طاح وجات تبى تحط يدها على المحفظة، فالرجال على طول مسك يدها هنا. هذا الموقف اللي بدأت فيه الإمرأة دي إنها تصرخ وتقول حرامي حرامي حرامي. بعدين هنا بدأت الناس تتلم. طبعا كأي مضاربة، أنت لما تكون واقف ويكون في مضاربة حيجي تركيزك كله على الشخص اللي سرق، الشخص المتهم، ما حتنتبه كثير على الشخص الثاني. فهذا اللي صار مع الناس، انه طول الوقت يشوفوا في الشخص ده ويشوفوا كيف الثلاثة شباب حطوه كده في الارض ثبتوه ومدري ايش، الشباب ما يعرفوا هل هو ده حرامي ولا لا. وفي دي الاثناء الامرأة دي بدأت تسحب كده من بين الناس بدون ما احد ياخد باله منها نهائي. المشكلة انه هنا بدأت الشرطة تدور في كل كاميرات المراقبة حقت المول، والصدمة انه هذه الامرأة ما ظهرت في أي تصوير لكاميرات المراقبة في المول. والأصدم من كده يا جماعة إنه حتى البوابة حقت الدخول والخروج ما ظهرت فيها نهائي، لا وهي تدخل ولا هي تخرج. حرفيا هنا الشرطة بدأت تنفجع وأخذت القضية مرة سيريس، مرة بجدية. دقيقة، انت بفين جيتي؟ طيب كيف جيتي؟ شوفوا لين هنا الوضع تقريبا ماشي حاله. فين الشيء اللي خلانا نقول هذه القضية اليوم؟ الامرأة دي ملامح وجهها حسب وصف الشرطة كانت جدا مخيفة. حاولت الشرطة ان هي توضح على المنظر او الملامح اللي ظاهرة، تبغى تنشر الصورة هذه قدام الناس كلهم عشان اللي يعرف اي شيء عنها يدلهم، لكن الصورة جدا مفجعة لدرجة تحسوا ما عندها ملامح. وصفوا ملامحها انها باردة، expressionless، بمعنى ما عندها اي رياكشنات اي تعابير، ما تعرفوا تحسوها لابسة قناع، وجهها غريب. فما حدا عارف هذي مين، والمشكلة من فين جت، وإيش تبغى؟ زي اللي فجأة ظهرت عملت مشكلة واختفت. الشرطة ما ردت إن هي تنشر الصورة بسبب إنه هذا الشيء حيسبب ذعر والناس حتبطل تروح المولات وحتصير خايفة وما عندهم أدلة كافية، فما نشر ولا شيء. لكن عائلة الإنسان ده اللي مات بدأت تضغط أكتر وتفضح الموضوع أكتر. طبعا هذا الشيء اللي صار كله كان في 2004، ترى ها الحادثة حقت الإمرأة دي كانت في 2004، لكن بعدين السنين عدت وفي 2011 تقريبا هذه الشرطة طلعت وقدمت اعتذار رسمي وعوضت عائلة الإنسان هذا. وغير كده يا جماعة الشرطة نشرت صورة الإمرأة هذه، وإنه لو تعرفوا عنها أي شيء أو شفتوها في ذاك اليوم، لأنه ملامحها مرة ملفتة، يعني شيء ما تقدر تنساه، بس يجي ويتقدم ويقول لنا. المصيبة إنه ولا أحد شافها ولا أحد يعرفها. طبعا الآن الناس اللي في السوشيال ميديا قاعدة من جد تدور تبحث وراء الموضوع هذا، مو على إنه يعني يلقوا القبض عليها لأنه خلاص الموضوع قدم والرجال مات، فهم بس يبغوا يعرفوا هذه مين وليه كده شكلها، أو مو هذه مين، هذه إيش. هذه القضية انتشرت في اليابان وكان لها اسم اللي هو شبح جوسكو. جوسكو اللي هو المول، إن شاء الله بس إن أنا نطقته صح أصلاً. فتقدر تدور على هذه القصة أكتر لو تبغى، اسمها شبح جوسكو أو جوسكوز فانتوم. طبعاً سواء عن القصة دي أو عن أي قصة أنا تكلمت عنها قبل كده أو أي حاجة، قدامك النت هو المصدر اللي أنا جبت منه الأشياء هذه. تبغى تبحث أكتر تقدر تروح تبحث أكتر، طبعاً شيء راجع لك. لو جاتكم قضية زي كده، هل حيجيكم كده حب فضول تبغوا تعرفوا هذه إيش هذه مين، ولا من جد هتتوتروا وتسيبوا
يجيبوها ولا كأنه صار شيء. والسؤال اللي بعده، فين راحت؟ كيف دخلت أصلا؟ عموما لهنا أكون وصلت لنهاية الفيديو، إن شاء الله تكون كوكتيلات اليوم عجبتكم. عندي لكم شيء مرة مهم، لاحظت إنه في ناس يجيني على التيك توك، على فكرة عندي تيك توك إذا ما تدري يعني، الناس تجيني على التيك توك تجلس تمنشني على قضايا، ومشكلة قضايا حلوة، بس المشكلة أنا ما أدخل على منشن التيك توك دائما قضية لا مكتوب اسمها ولا مكتوب فين صارت ولا مكتوب أي شيء، بس مكتوب لما سوي عن هذه القضية. طب أنا إيش عرفني إيش تطلع هذه؟ غير كده يا جماعة أنا ما أطالع في المنشن كتير، فتروح علي المنشنات. عشان كده ركزوا كويس معايا عشان ما حد يقول أنا ما قلت لي ما حعيد. أيوة طفشت. أي فيديوهات تعجبكم في التيك توك غريب وتبغوني أسوي عنها سلسلة، ارسلوا لي إياها على التيك توك خاص، بشرط تكتبوا لي ايش هذا الشيء اللي انت رسلت لي اياه. يعني مثلا لما في اشياء غريبه ظهرت في مثلا في التصوير، لما اشوف القضيه هذه تتكلم عن بنت كده 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 مثلا زي كده، اشرحوا لي ايش ده الشيء اللي انا قاعده اشوفه، لانه كل اللي بيجيني عباره عن فيديوهات مصممه، يعني صور كده صور صور بس مو مكتوب اي شيء عنها. طب انا ايش اسوي؟ اتضرب معاكم يعني ولا ايش اسوي؟ فاذا في شيء في التيك توك ارسلوا لي اياه على التيك توك خاص، تشرحوا لي ايش الشيء ده اللي انا قاعده اشوفه. ومره شكرا، انا مره بالجو هذا. يعطيكم العافية حبايبي، see you later, bye bye later.